لك أن تتخيل الجبال العظيمة، هي التي جعلها الله سبحانه وتعالى أوتاداً للأرض. قال سبحانه: والجبال أوتاداً. ما معنى والجبال أوتاداً؟ لما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض اهتزت ولم تثبت، فجعل الله سبحانه وتعالى لها الأوتاد فثبتت بالأوتاد. وكل جبل فوق الأرض فهناك مثله أو ما هو أعظم منه تحت الأرض من جذور لهذا الجبل. ثبت الله الأرض بالأوتاد كما تثبت الخيمة بالأوتاد. هذا الودد الذي وضعه الله سبحانه وتعالى سيأتي يوم وينسف، سيأتي يوم ويمر عليه عدة أشياء ويتغير ويتحول، فيكون كالعهن المنفوش، الصوف المنفوش، ويتطاير، ثم سيتحول بعد أن يتحول للعهن المنفوش فيكون هباء منثورا. يمر بأربعة أطوار يوم القيامة. هذه الجبال ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. تخيل هذا الجبل العظيم في يوم من الأيام سيكون قاعا صفصفا، فبعد أن كان جبلا ترفع له الرؤوس حتى تراه سيكون قاعا صفصفا. والصفصف هو الشيء الأملس الذي لا زرع فيه. أي قنبلة ذرية تستطيع أن تفعل هذا الفعل؟ جبل يزول من مكانه فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ليس هناك حتى أثر الجبل، تلة صغيرة من الرمال، هذا معنى أمتا، لا تجده.